لجميع المتابعين أينما كنتم، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. فدائما كما عودناكم إخواني الكرام، كان قربكم أن الأجواء الصباحية في كل ربوع المملكة وفي كل المناطق بدون استثناء. اليوم بطبيعة الحال يعني غادي نحاول نقربكم من الأجواء الصباحية عبر شوارع مدينة كثير وبالضبط المنطقة اللي كنت تواجد فيها. بطبيعة الحال هو السكون يعم أرجاء المدينة في هذه الصبيحة، شوارع خالية تماما من الحركية، لا شيء. للراحة بحكم أنها عطلة نهاية الأسبوع. لك أخي محمد من مدينة الدربيضة، شكرا لك على التفاعل ديالك. نحييك ونحيي معك كل المتابعين الأوفياء
فالاغلب ديال الناس يعني ما كيشتغلوش، هذا الشيء اللي خلى الشوارع ديال المدينه تكون خاليه. ختام محمد الصبيحة كما كتشوفوا معنا أجواء مميزة، أجواء هادئة في أبرز الأحياء الشعبية كما كتشوفوا، هدوء في كل مكان. إخواني المتابعين الأوفياء كتشوفوا معنا علي لكم ولكل المتابعين الأوفياء. لازلنا مستمرين معكم في هذا الجولة الصباحية من أجل أن نقربكم الأجواء الصباحية على مستوى مجموعة من الأحياء الشعبية بمدينة أكادير. وبالضبط حنا كنتواجدوا الآن بمنطقة الحاج بتيكيوين، كما كتشوفوا الهدوء والسائد بالشوارع وأزقة هذه المنطقة الشعبية الفتحية. صباحكم مبروك ان شاء الله يا رب بتيسير ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا هذا الاجواء المسحة الصباحية هنا عبر شوارع المنطقة فتحية للجميع، ونهاركم مبروك ان شاء الله يا رب. فتشوفوا هذه الاجواء العامة على مستوى منطقة تيكيوي. كنحيو جميع المتابعين الأوفياء في المكان. نتمنى لكم يوم موفق إن شاء الله يا رب. الصباحية بدون نقاش، الهدف دائما كما كنقول هو ايضا الناس ديال الجالية المغربية المقيمة في ديار المهجر، اننا نقربوا من الاجواء ديال بلادهم ونشوفوا معنا كل ما يجري في المدينة في هذه الصبيحة. تحية للجميع ونهاركم مبروك ان شاء الله يا رب. ياسين الفتحي تحية لك ياسين الفتحي. فقط هذه يا اخي جولة صباحية عبر شوارع مدينة أكادير عبر مجموعة من الأحياء الشعبية تزامنا مع نهاية الأسبوع، باش أننا نقربكم من أجواء في مدينة أكادير بالضبط، يعني من منطقة التكيوين للجميع. يوم سعيد بإذن الله تعالى.
متابعين بدون استثناء كان اليوم، وكنتمنى الله تعالى ما منا يا رب بأمطار خير. على مستوى مدينة أكادير هذا الصباح كاين رياح قوية هي التي تهب على المدينة، طه احمد المكي. صباح الخير خويا محمد طه، اتمنى الهدوء التام.